وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واهلا وسهلا بالناس اللي انضموا لنا الان. اليوم بتقريرنا وفقره التجميل رح نحكي عن الميك اب اللي بحطوه الصبايا بفتره المساء. خلينا نشوف مع بعض هالخطوات البسيطه وبنرجع. صباح الخير، معكم محمد رشيد من صالون محمد رشيد. اليوم رح نعمل ميك اب سهره للصبيه ورح نفرجيك كيف انه ميك اب السهره مختلف عن الميك اب اليومي، ونمشي خطوه بخطوه مع بعض. رح نبدا اول شيء بالبرايمر. البرايمر كثير بيساعدنا على ترطيب البشره وعلى انه يعطينا مجال لانه نفرد الميك اب بشكل اوسع، واذا في اي ندب او شيء بالوجه ممكن برضه يغطيها او يعبي الاماكن اللي فيها فراغات، بيساعدنا كثير على شغلات، وبيحمي كمان، بيعمل زي طبقه بتحمي البشره من الفاونديشن. طبعا ضروري نختار لون يكون مناسب للبشره، الفاونديشن، درجه الفاونديشن تكون مناسبه. هلا ممكن انه نزيد، ناخذ مثلا اذا حبينا نعمل لون برونزاج نغير في الشكل، بس انه بده يكون برضه مناسب، ما يكون شيء مختلف كثير. نفرد الفاونديشن على الوجه كامل. بكون نحط كمية مناسبة اللي تغطي إذا في أي بثور، أي حبوب، أي شيء. عادة بكون الميك اب تقيل شوي حتى يغطي الوجه بشكل كامل. طبعا انتبهنا انه الصبيه وجهها على حمار شوي، احنا رح نعطي برونزاج. السبونج بلش نفرد، والسبونج طبعا بنضربها بطريقه طبطبه، بدنا نراعي كثير نكون ايدنا كثير خفيفه عند العين لان المنطقه حساسه. طبعا نشوف ايش الكميه المناسبه اللي ممكن نحطها احنا من الفاونديشن. بنكون وزعنا الفاونديشن على كل الوجه. طبعا هلا رح نلاحظ انه بصير في اختلاف ما بين البشرة بالوجه وما بين النيك أو الرقبة والصدر، هذا طبعا كله رح نشتغل عليه هلأ اللي يكون كله لون واحد حتى نوحد اللون. الكونتور بنحط حسب انه بدنا نصغر الانف او بدنا نكبر الانف او بدنا ننحف او بدنا نعرض حسب. طبعا دائما الالوان الغامقه بتنحف والالوان الفاتحه بتنصح. هلا اذا كان واحد عنده مثلا دائما هون نحيفه ممكن نعرضها، اذا كانت عريضه ممكن نصغرها. هون هاي المناطق بنرسم حتى نطلع الحنك. الجبهه اذا كانت عاليه بنصغرها برضه بالكونتور.
بالهايلايت حتى نبرز منطقة الحنك ومنطقة الخد. زي ما حكينا الهايلايت يعطينا بروز أكتر، أي منطقة نحط لها هايلايت. حتى نبرز اللاين أكثر نحط الهايلايت. بلش هلا في العين، رح نستخدم الكونسيلر حتى إذا في أي شيء مثلا ممكن مو عامل حواجبها الصبية أو ممكن أي شيء. والأصلا بشكل عام الآي شادو بيمسك على الكونسيلر أحسن، يفضل أنه دائما على العين يكون في كونسيلر مش فاونديشن. اي شيء بنحاول نستخدمه على العين دائما بنستخدم اصبع، بنستخدم الاصبع الصغير لانه هو اخف شيء على العين، ما نستخدم اي اصبع غير. ناخذ اللون اللي نرسم فيه نحط، طبعا ناخذ الحزب هيك نمشي مع رسمة العين اللي هي بالنص بين الحاجب وبين العين. بنختار الالوان اللي بنحب احنا اللي بنشوفها مناسبة للحفلة او للشيء اللي بدنا نلبسه. هلا رح نبلش بالايلاينر. الايلاينر طبعا بيعتمد على حسب العين، واذا بدنا نصغر بدنا نكبر، او مثلا اذا ممكن العين صغيره ممكن نمدها ممكن ما نمدها حسب شو بتتطلب العين. هيك بنكون خلصنا الايلاينر، نحط المسكارة. طبعا كل ما عدنا على الرموش والمسكارة بتعطينا رموش أتقل. بالنسبة للروج بنحاول ناخذ شيء يكون مناسب مع العين أو مع الدرس اللي لابسيته.
نروح نحط البلاشر، نختار برضو لون يكون مناسب. سمايل هيك بنكون خلصنا ميك اب السهرة، وإن شاء الله ينال إعجابكم وشكراً لكم. يعني مثل ما شفنا مشاهدينا خطوات بسيطة وسهلة لوضع الميك اب الخفيف، الهدف من المكياج إخفاء العيوب وإبراز الجمال، وحتى لو كان عندنا هذا الميك اب لسهرة أو لمساء، أهم شيء البساطة، ولأنه المكياج بيعكس شخصية الفتاة.